من فترة أطلقنا حملة سميناها حملة لأجل أطفالكم. مستهدفين بهي الحملة هن أطفالكم أنتم، الأطفال اللي عايشين بأمان وعم تتأملون احتياجاتهم اليومية. الهدف من هاي الحملة كان إنه نخبر أطفالكم بأنه في أطفال أقل حظاً عايشين بالمخيمات وعم يعانوا أشد المعاناة يومياً، وأنه نحاول نخبرهم أنه فيهم يفرحون ولو بمبلغ صغير قبل العيد. التفاعل مع الحملة كان رهيب، وردود أفعال أطفال المخيمات كانت أكثر من رائعة. هلأ حابة أخبركم أنه الحملة رح تتمدد لتكون حملة لأجل أطفالكم قبل عيد الأضحى كمان، ورح نحاول نفرح أكبر عدد ممكن من أطفال المخيمات عن طريق أطفالكم. رح تشوفوا هلأ ردود أفعال أطفال المخيمات مع حملة لأجل أطفالكم. من عند جاد وشيء مثلي حبي بعت لك هدية بالعيد وبتلبس كل عام وانت تلبس قولي له باي لجاد.